السلام عليكم ديكي بشار، تكونوا بخير وعلى خير. جولة جديدة في عنابة، اليوم بدينا صوروا احنا عنا في عين عشير، عديد على عين عشير نقول لنا رباش بنيتار ديريكسيون سنتر فيل، روحوا مع العمل ثم راوني بنا نكتو. الذكرى 62 لبسط السيادة على مؤسستي الإذاعة والتلفزيون، مناسبة للوقوف على جهود الإذاعة الجزائرية في مرافقة مشاريع وبرامج التنمية الموجهة للمواطن عبر مختلف. هذا ولعبت الإذاعة السرية صوت الجزائر المكافحة دورة في التأسيس الإعلامي بالجزائر منذ انطلاقتها في تيس ديسمبر من عام 56 بناء على مخرجة المؤتمر السمان، فكما تمكنت بالأمس من أداء مهمتها في التعريف بالقضية الجزائرية عبر العالم، هي اليوم ترفع التحدي من جديد، ولعل مسار تطوير خدماتها في الرقمنة ومواكبة التكنولوجيا أبرزها. تقول مسري مربوط: شكلت الإذاعة السرية صوت الجزائر المكافحة منظرا لتدويل القضية الجزائرية وإبراز حق الشعب الجزائري في نيل حريته واستقلاله. مبارك جعفري مختص في تاريخ الجزائر: جاءت تأسيس الإذاعة السرية لجبهة وجيش التحرير الوطني، والتي بدأت البث يوم 12 ديسمبر 1956 بناء على مخرجات المؤتمر الصومال، والذي دعا إلى تجميل القضية الجزائرية بمختلف الوسائل. وجبهة التحرير الوطني منذ البداية لم ترفع الجانب الاعلامي، فكان بيان اول نوفمبر 1954 يصب في هذا الاتجاه من اجل تعريف الشعب بثورته ومن اجل دعوته للالتحاق بها. المبادره جاءت من الولايه الخامسه التاريخيه بقياده بوصوف، والذي راى انه ضروره ان تكون للجبهه اذاعه خاصه بها. وهذه الاذاعه كانت تبث يوميا من الساعه الثامنه الى الساعه العاشره لمده ساعتين. بدات هذه الاذاعه عبر شاحنه متنقله حتى لا تتمكن الاداره من استعمال موقعات ومهاجمتها، استخدمت معه الوقت وسائل متطوره. وطبعا كان صوت اضافي قوي للثوره الجزائريه، خاصه مع صوت المشاهدين. مبروك عليك ايها الشعب العربي الحر في الجزائر العربيه الحره. نحن نعلم جميعا باننا ان وصلنا الى هذه المرحله الحاسمه وبلغنا املنا بتحقيق استقلالنا الوطني. بصوته الجهوري وفصاحه لسانه اللافته، كان الرئيس مسعود الفضل الكبير في الهام المجاهدين وتقديم خدمه اعلاميه هادفه، مساره متواصل الى اليوم. المؤرخ شريف سيدي موسى: كان من الاصوات الكبيره وكانت تزلزل الاستعمار الفرنسي وتشحن همم الجزائريين. هنا اتكلم عن عيسى بن سعود رحمه الله، الذي كان يقول في المرحوم الرئيس الوالي مبادئ استقلال الجزائر جاء 50% من فعل الشعب الجزائري والاجتهاد المدني، و50% من خلال عيسى السعودي. النبي ادم كان هو الانسان بقوه هائله، اصبحت لدينا عده قنوات اذاعيه محليه وجهويه كلها تخدم التنميه. الإذاعة الجزائرية لطالما كانت وستظل على مسار الأسلاف، مدركة للتحديات القائمة وعازمة على مواصلة تقديم خدمة إعلامية تتسم بالاحترافية والمصداقية. تودون الاستماع إلى هذه الأنباء من إذاعة الجزائر القناة الأولى. بطلب من الجزائر يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا طارئا في عقار هجمات الكيان الصهيوني أول أمس السبت على مراكز عسكرية في ثلاث محافظات إيرانية، من بينها العاصمة طهران، وأسفر عن استشهاد 4 جنود إيرانيين. دوليا دائما وبفلسطين التي تتعرض لعدوان سوريا همجية، فإن المصادر الطبية استشهاد 28 فلسطينيا في قصف الاحتلال على قطاع غزة فجر اليوم. وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان الفلسطيني اليوم أن قوات الاحتلال السوري تمنع أزيد من 12,000 جريح ومريض من السفر والوصول إلى الرعاية الصحية والعلاج بإسباب إغلاق معابر رفح. بهذا الخبر مستمعي الكرام، نأتي بختام تذكير بأهم ما جاء في الجريدة. رئيس الجمهورية يقوم بزيارة دولة تاريخية إلى سلطنة عمان الشقيقة بعد زيارة عمل وأخوة قادته إلى جمهورية مصر العربية.
رئيس الجمهورية يؤكد في تصريح صحفي مشترك مع نظيره المصري بالقاهرة أن العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل غير وطيدة، ويتبعها التفاهم والرغبة الملحة في الدفع للاستثمارات في العديد القطاعات. رئيس الجمهورية يستقبل رجل الأعمال المصري أحمد صادق السويدي صاحب أكبر الشركات المصرية المختصة في مجال الكهرباء. رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة يستقبل نائب وزير القوات المسلحة الثورية الكوبية الفريق وكيل كانتا سولا. عشية الاحتفالات بسبعينيات الثورة المجيدة وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيجا يؤكد للقناة الأولى أن الاحتفال بالذكرى عرفان برسالة الشهداء وترسيخ للذاكرة الوطنية عند الأجيال بحضور أصدقاء الثورة الجزائرية من عدة دول. في الذكرى 68 لبسط السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون الجزائري وقفة عند رمزية الحدث واستذكار للروح الوطنية التي تحلى بها الإعلاميون والتقنيون الجزائريون. والمدير العام للإذاعة الجزائرية عادل سلاقجي يؤكد تقديم الإذاعة بقنواتها خدمة عمومية موضوعية ترقى إلى مستوى تطلعات المواطن. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم بطلب من الجزائر في أعقاب الهجوم الصهيوني على إيران. وفي غزة شهداء وجرحى في مناطق متفرقة وحرمان 12,000 جنيه للعلاج. شكرا جزيلا لكم مستمعي الكرام على حسن المتابعه، وكان في خلال هذه النشره الاثيريه حسن اخي دار وعبر تقنيه لايف ستريم الفيديو هشام او اسماء وطرف نعم، وفي العارضه التقنيه رضا، وفي المراقبه رياض مفطوم. شكرا جزيلا لكم مستمعي الكرام، الى اللقاء، وبعد قليل يوافيكم عبد القادر السعيد باخبار الرياضه. اخبار الرياضه. Вот будет так, Куба.
هنا القسمة كل الهوات انتمت أمس مباراة الجولة السابعة في مطمئن مستقبلية. أول هزيمة للشباب الذهبي هذا الموسم كانت بسعيدة أمام المودية المحلية بهدف ثلاثية في رصيد المودية إلى النقطة العاشرة في المركز السابع. ثم 13 وعن الفوز نستمع الى المدرب مراد خروف يتحدث في ميكروفون فؤاد طنطان. سلام. شخصية صباح اليوم لكل الجزائري عبد السلام الكيرو الياس اكرم لعبه في اليوم في دور عقود الاول من البطوله العالميه للقدم 19 مسافه جاريه في الولايات المتحده الامريكيه. الكيرو يفوز اقل من 55 كيلو غرام في الصين على الذي أشرت لهم بعجالة. التجارة لم تعد فاتحة حتى تكون مصر السبت رتبت بعد كل الدول الفعالة أصبحت تخصص جزء من ميزانياتها إلى التسبح، وهذا ما أثر على طبعا توازناتها المالية. لكن نعطي المثال مصر نقد كبير السيسي الاقتصاد المصري في طوال 10 سنين الأخيرة باعتبار توجه مصر إلى التسلح وعلى حساب الاقتصاد وعلى حساب الإصلاحات الاجتماعية، وهو ما أثر على التوازنات المصرية. نفس الشيء بالنسبة للجزائر في مشكلتها مع المغرب، نفس الشيء للمغرب في مشكلتها مع الجزائر، نفس الشيء بالنسبة وكون العديد من الدول التجهت إلى تدابير حمائية، وهنا تحكي على أوروبا، خوفا من السلع الصينية. وهالتدابير الحمائية هذه أثرت بشكل كبير على الموازنات المالية الاقتصاديات الدول الأوروبية باعتبار غياب المنافسة ما يخليش الدول اللي تعطي أحسن ما عندها وترتقي خاصة في التكنولوجيا وفي الصناعة الفقيرة. في تونس والوضع الاقتصادي في تونس في علاقة بهذه الاجتماعات، نعرف أن تونس شاركت في الاجتماعات، مشى وفد من تونس في محافظ البنك المركزي، في وزير الاقتصاد التونسي السيد سمير عبد الحميد، محافظ البنك المركزي السيد فتحي زبير النوري، كان يتحدث على
ضرورة مراعاة أفضل لتنوع وتحقيق الحاجات الأساسية للدولة. السيد سمير عبد الحفيظ أيضا كان ربما التقى ب ممكن ديبيان ديسون أفريل، كان مع ممثلي مؤسسات دولية مانحة أخرى في مجال التعاون الاقتصادي والفنائي، كان قابل نائب رئيس البنك العالمي للشرق الأوسط، قابل رئيس مركز الأعمال الإفريقي الأمريكي الكندي، نائب الرئيس الأول للوكالة اليابانية للتعاون الدولي، هذا نفس الشخص اللي كان اللي كان يتحدث فيه مع رئيس الجمهورية، فكان ما يشكوش في صندوق النقد الدولي لأنه يعطينا إملاءات تصعب علينا عملية أخذ هذه القروض وتكون مجحفة هذه القروض. جهاد أزعور أيضا مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي قال لا توجد مفاوضات للصندوق مع تونس بخصوص تمويل جديد. تونس مازالت ماضية في هذا الموقف من صندوق النقد الدولي. هل أنه هل المؤسسات المانحة الأخرى اللي قاعد معاهم وزير الاقتصاد فعليا ناجم صافي الأمان، وإلا دور صندوق النقد الدولي مختلف تماما في تعامل مع الأزمات الاقتصادية اللي قدام؟ شوف منطلق من كلام مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ايش قال؟ قال معظم المؤشرات تكون تحسنت ولكن تحسن ضخم جدا باعتبار لازم نترجم نسبة انه يعني بطيئه جدا في حدود 1.6 ربما ان شاء الله نبلغوها السنه. هذا يفسر وكونه ثم اشكال في تونس. الاشكال الاقتصادي نعرف منه السبب. الاشكال الاقتصادي الاكبر رغم انه العديد يقول لك يوجد اصلاح هيكلي، ولكن مشكلنا الاكبر ما عندناش دي ميجا بروجي. راهو يسبب نمو بالاساس تطور في دوله من الدول وقت يكون ثم استثمارات كبيره. هنا المثال بسيط، طبعا دولة ليبيا تعمل الحرب وإعادة أعمار اليوم في التوب في الدول الإفريقية بنسبة نمو 7.9% وتنجم تطلع تزيد. يعني راهو المحرك الأساسي اللي يسبب النمو في الاقتصاديات في دول العالم كله هو الاستثمار والليبيا بروجي. أما هي شريعة الشريعة العلاقات الثنائية وعادة تنظر يعني انك تنجم يعني تمويل بين دولتين رغم يصيرش في اطار يعني مؤتمر او منتدى يحضر فيه اما 52 دولة افريقية في السنة او مثلا في صندوق النقد الدولي على 9 دولة. هذا مصيرش، هذا مصيرش. شو هو نصيب تونس من ضمن هالدول الموجودة هي في دولة؟ المفروض ان يكون في مناقشة مباشرة مع الاطراف هذه الثنائية، يعني كيف تونس تكون موجودة على الطاولة وتعطي شنو طلباتها وتشوف الرأي المخالف، وقتها بشوية بشوية نلقاو بعض. سيد كنت تقريبا من وقت 2022 رغم وفد صندوق النقد الدولي انه يعطي لتونس تقريبا مبلغ 1.9 مليار دولار الى انه ساعة 1.9 مليار دولار. يعني حتى نعرف موازنات الاقتصادية تونس مدافعها معظمها جبائية تقريبا في حدود 51 مليار دينار، هذا في قانون المالية الجديدة 2025، ونعرف أن مقاطعتها توصل تقريبا من 50 إلى 60 مليار دينار، يعني هذا عندنا عاجز 9 مليار دينار تقريبا، وعندنا أيضا التزاماتنا تجاه الديون الخارجية في حدود 18 إلى 19 مليار دينار. فريت مليعت المحبان كديطال سبغ نجال تاع عليا مالو مالو راني هاي مهمي من ترجال فصال ونسال عليه من سباني بنجالو بنجالو ما بيا غير خايف
ما بياغي الخير مشتاق يا ما بياغي الخايف مشتاق يا عليك مطرح سؤالي جاوبيني في الحين قولي لي يا غزالي علاش ما تفارقين الغلطة ماشي ديالي أجي نفهمو الاتنين راني صادق في قوالي حبك يا زاول العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا الزين خليو الماضي تكلم تاريخ وذكريات هو اللي بيناتنا يعد يحكم يعرف كيف بدا نخليو الماضي تكلم تاريخ وذكريات هو اللي بيناتنا يحكم يعرف كيف بدات ويبين من هو الظالم ما معاش حيلات انا فيك عمري ما نسلم ما بدن اياد دعون الله دعالي عليك نطرح سؤالي شوقي تلحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين الغلطة ماشي ديالي هاتي انت ملتنين راني صدق في قوالي حبك يا زاول العين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين حبيتك بالصفة والنية وعملت لك همة وشان قلت أنا بالنسبة لي المخيرة في النسوان حبيتك بالصفة والنية وعملت لك همة وشان قلت أنا بالنسبة لي المخيرة في النسوان مهما كويتي شحال منك يا درتك الإحسان كيف تكوني بعيدة عليا يبحان وميد فلان صورتك راسخة في بالي عليك نطرح سؤالي جاوبي الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين الغلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاتنين راني صدق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا قلبي صافي معاك مشيت وفنيت شبابي عليك في العهد بخلاص وفيت عمري كدبت عليك قلبي صافي معاك مشيت وفنيت شبابي عليك في العهد بخلاص وفيت عمري كدبت عليك انت اللي في حياتي تمنيت تكوني لي شريك على اليوم يا حبيبي شفيت وخليتني يا الغالي خليتني يا الغالي عليك نطرح سؤالي جاوبي الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين والله ماشي ديالي اجي نفهمو الاتنين راني صدق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين ابدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياة نتمنى طلبي وفري وتزولي اللي عاد
ابدا نساك يا غزالي ما دم في الحياه نتمنى طلبي وفالي وتزولي اللي عاد نجيب لي من امي بقد الغالي مشموم الخودات على سنة سيد الارسالي زال عائلات قدرة الله العالي عليك نطرح سؤالي قولي لي يا غزالي علاش متفرقين غلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الجميع راني صدق فيك والي نحبك يا زاول العين راني صدق فيك والي بيد الغيرة يا زين مادام طلع مار ما نسلم ولا ننسى اللي فات قلبي يعلم به العالم مول العظمات مادام طلع مار ما نسلم ولا ننسى اللي فات قلبي يعلم به العالم مول العظمات سبحان الجليل الدايم سلك الوحلات يوفي لي قصدي وينعم على عباد الخيرات قول الموالي عليك نطرح سؤالي جاوبيني الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين الغلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاثنين راني صدق فيك والي نحبك يا زاول العين راني صدق فيك والي بيك الغيرة يا كنت روح ما لقيت له الجواب لكن اليوم يا زهو الروح عرفت السبب السؤال بقمت روح ما لقيت له الجواب لكن اليوم يا زهو الروح عرفت السبب نرسل أهلي ديروا الفتوح بحضور الأحباب تفرحي والغيرة تروح ترجعي لي حلالي بعون الله العالي عليك نطرح سؤالي جاوبيني الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين غلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الدنيا راني صدق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين موعود ليك في السعادة والخير واللي بغى قلبك يحضر إليك انتي ناوية ترميني في بيك علاش الغدر ماشي حق عليك وعلاش ناوية ترميني في بير
علاش بالغدر وعلاش علاش بالغدر وعلاش علاش بالغدر ماشي حق عليك علاش بالغدر وعلاش علاش بالغدر وعلاش علاش بالغدر ماشي حق عليك علاش بالغدر ماشي حق عليك بنيت ليك حيوتك بالساس حيوتك بالساس زوقت كيف راد الخاطر بالوان 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 الخاطر بالوان حتى المياه جرات بالخصاص جرات بالخصاص وعملت طيري غني بالحان 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 يغني بالحان بنيت ليك حيوتك بالساس حيوتك بالساس وزوقت كيف راد الخاطر بالوان 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 الخاطر بالوان حتى المياه جات بالخصاص جات بالخصاص وعملت طيري غني بالحان 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 يغني بالحان الحب يا الغدارات يبيدي العين تنهدى ماشي خسارة فيك انتي معودة عليا بالتدمير هكذا الخير يتعود كيديك وعلاش يا النكرة العشرة والخير علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر ماشي حق عليك علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر ماشي حق عليك علاش دي الغدر ماشي حق عليك طفايعك حملتهم وسكت حملتهم وسكت حملت المعاني وزدت الحيلات 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 زدت الحيلات انا نويت محبة ما حولت محبة ما حولت ما عملت فيك دوني ولا زلات 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 ولا زلات حتى طبيعك حملتهم وسكت حملتهم وسكت حملت المعاني زدت الحيلات 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 زدت الحيلات انا نويت محبة ما حولت محبة ما حولت ما عملت فيك دوني ولا زلات 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 ولا زلات لكن باين على وجهك التغيير الصدق والصفا عمرهم كانوا ليك موالفة تنكري العشرة والخير وتبدلي المحبة باللي يغويك وعلاش يا بنكرة العشرة والخير علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر ماشي حق عليك علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر وعلاش علاش دي الغدر ماشي حق عليك 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 اللي حبيبي ديالي فين هو اللي حبيبي ديالي فين هو
الليلة لي الحبيبة ديالي داك السطح العالي مرصوص بالنينة الليلة لي الحبيبة ديالي داك السطح العالي مرصوص بالنينة واللي بغى حبيبو يجيبو بالحيلة يلي حيلي حبيبي ديالي فينو مول النخوة سيدي حبيبي زاني ما دونساني يلي حيلي حبيبي ديالي فينو هلا يلالي يلي حيلي حبيبي ديالي فينو سينيتي كيشان هابك بريتي المحبة بالخاطر وكنتي اللي بغيتي سيني سينيتي كيشان هابك بريتي المحبة بالخاطر وكنتي اللي بغيتي مول شوا سيدي حبيبي زاني ما دون ثاني عيدي عيدي حبيبي ديالي فينو هو عيدي عيدي حبيبي ديالي فينو هو ولفي ولفي قولي انت نلقاك والملاقية بيني وبينك جات بعيد سرعتني شمس الضحى وانا نترجاك كما يرجع الصايم يوم العيد الله يجمعنا في قريب الله يجمعنا في قريب ويوم سعيد فنيت مليعة المحبة مثلي طال سبغ نجانال تعالي يا مالو راني هاي مهمي مترجع الفخانة ونسال عليه من سباني بنجالو
بيا غير خايب ما بيا غير خايب مشتاق خيالو ما برالي ما برالي بعد ما نويت وبريد جراحي طالو يا يو حتى يهودوني نعود مصاهر الليالي الليالي
صحيح دونك سلام ورحمة الله. ترانسفورماتور صاحبي وين بنك السلامة هذيك؟ وين تاع وش اسمها؟ سيرون السلامة. كيلا عرفتها. عرفتها سيرون السلامة عرفتها. مع البولفار بقى. طاو الطوموبيل صاحبي بس بان صاحبي والله بس بان بس بان والكفير طوشتلهم وكله سبيتهم وكله اخويا عطاوك اخي الطوموبيل تاعك برك مازال يعني درك يعني هي ما بدلوها لكش ما بدلوهاش خاطر طفي لو خلص فيات 500 اكس عطاو له ديابلو ما بدلوها ليش معدي خاس بالسبان يمشي هو صاحبي خير عم بارك الله تحير مش شو علاه لقطه هذه انت كي تجي نهار الاول يخبروا لك كاين وسيبون وخير وكلش ومن بعد تولي العقليه واحده اخرى قول ما داير لك بلاش طوموبيل انت كي مكي وعنده حق انه شكون يكون جاني صاحبي قال لي روح سب قلت كيف قال لي روح سب نهضر معاك. صحيح قال لي هذه شري هذاك. الطوموبيل من هنا من 19 سبتمبر. من 19 سبتمبر هي هنا الطوموبيل درك نعيطوا لي باش نعطي لاسيرونس. خاس. قال لي صاحبي قال لي روح سب. اخذ الراي قال لي سب. ودوك تشوف. رحت الحاج درت عليهم في ثلاثه نسب فيهم. بها بعيطوا. كيف فقدي باجات من بعد؟ يا هو ما دمى الحال ما دمى اللي قلت لك ما دمى عيطت لي قالت لي يا ولدي كبين نسي ملاح وكذا من هنا قلت لي الطوموبيل تاعك لهنا عندها الشهر وهي هنا الطوموبيل تاعك بصح نقول لك باللي وش يسموه الطوموبيل تجيب الكارت كريس تاعها بعد ياه باسمك تسمى ما ينجموش يمدوها لواحد اخر ياه جست الطوموبيل جات لهنا الطوموبيل جات وقت ما جاونيش الطوموبيل جات وقت ما جاونيش حابين كش ما يفرزوا فرزك معايا باش تفرز مكتوبه باسمك من الاول فهمت شو عليها طولوا مكره ما نعرف عندهم لقطه يديروا فاش يديروا عندهم كاين تغارات ياسر صحيح عندهم تغارات ياسر عندهم صرف والو والو عندي 11000 صحيح والله واش عندي صاحبي ترى من مدلك عندي هادي نورمال ما كانش مكان دش نلف 13000 ما حبيتش نجبد هكا واش كاين عادي يقول لك يجبد له من يده من يده وي عندك الحق كاين ولا لا كاين واحد ما يحبوش مش وعد ما يوصلش روحه انه عندك 1000 حق قلت لك الحاج والله ما هاي فابريكاسيون 19 سبتمبر اخو عليها عليكم اخوتي شهر وطعام علاه انا ما نستاهل وانا شهر شهرين شهرين ايه وعلاه البيع وعلاه ترموني قعريني ترانسبور انا وعلاه انا شو لعبت تسمى من الطوموبيل تاعو مش خير خلص والله تقعرت بترانسبور صاحبي والله تقعرت روح اخذ مفروضات حقك شاري طوموبيل اخويا حقك مش مزيه من حتى واحد واحد الطفله قالت لي ديتها في ربع شهر قلت لها كيف ديتها قالت لي هذيك اللي تعاركتي معها وسبيتها الكلب هذيك قلت لي هذيك اللي فرزتها لي قلت لك انا على بالي نحسب عندك معايا فقال لي انا قلت لي ترموك خرجتها معايا بعد قلت لك والله طفيل هو فاميلتي مش بغاني مخلص فيات 500 اكس دا ديابلو دا ديابلو هذاك هو يخدم معايا واحد كيماك مزيان يخدم معايا واحد كيماك خرج فيات تيبو خرج في تيبو عيطوا له قالوا له بدل الطوموبيل يا جود كيف هذه بدلت بس انا على الاول تيجي قول لهم واش كاين يقول كاين كلش اشري واش تحب هذاك صح حير انت يقول الدنيا هانيه خاس كذابين انا قلت لهم يا متلوقه
قد قودوا لي مثلوا لي اه جيت هكا لقيتو المشتري وزول وليتو قلت لي ما تاع البنك قلت لي ما عجبكش على هذا السوارد عباك لقيت السوارد بيعمل لك في حاجه راني غاديوك 10% زايده باش ما نبلهاش يرجعوك 10% زايده قانونيا هذيك كي رجع لك السوارد يزيد فوق زعما سيتي ب 400 يزيد فوق 40 مليون وما يهضرها لكش بتهضرها له يجوا على راسه واني رحت المدير اللي جاني مدير هكا بي ما نعرفهاش انا ولا ما نعرفها ايش هو بقى؟ واش يروس السلام هنا؟ ولا شي واحد نورمالمون يا خويا لاسيرونس السلام ويلو وين ترانسفورماتور تاع القهوة لازم الصبر صبري صبر العيس في الليالي في الليالي يتغرع ساكني وينتق من غير حواله لاش تلوموني هكذا في حالي وانا بقى رايحين لالي رايحين لالي شافي باكي من هموم قليبي وهواني
النهايه طلع عقله يعود سالي يعود سالي ترى يبقى همين هايم لا ما يزال غرام مصيبته مصيبه مصغى يا ليمي قوالي يا ليمي قوالي غرام صعيب سو لما ليه اللي جالو غرام طوع الصلاة الناس يا ما اللي بحالي اللي بحالي ديما غيدا على الحبيب لا بيرتالو عذروني اهلي ولا شتلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سيرو خليو كل حالي سير على حال عذروني اهلي ولا شتلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سيرو خليو كل حالي سير على حال كسرى على نصال وما قصى عني الهلالي عني الهلالي نطوع سيف الغلام والعبسي والمتال بعض من الناس كايلومو ويزيدوا في ملام حالي في ملام حالي بعض من الناس كايقولوا هذا عن ذالو إذا نجبر أهل الفن بحالي يستحسنوا قوالي يستحسنوا قوالي يبكيوا على بكاي ناس الغيوان يسالوا وإذا نجبر أهل اللوم يلوموا يبطلوا شغالي يبطلوا شغالي ويقولوا يا لطيف راه قوة علالو كم من واحد لامني ويكتر عجبي مع سوالي مع سوالي دوي فيا وكاي خفف دمبي بطوالي عذروني اهلي ولا شتلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سيروا خليوا كل حالي سير على حالي عذروني اهلي ولا شتلوموني هكذا في حالي سيروا خليوا كل حال يسير على حاله سيرتي ما نبغض إنسان ما نبالي ما نبالي ما نشتم حد واللي يغتب ما نسغالو قابد حدي وكان ساعف الغرام اللي في دخالي اللي في دخالي نخمم في حكايته اش يكون في صارو لولا الغرام ما نخمم ولا نسهى على شغالي على شغالي يبلي من لامني ويجرب ما يجرالو يدوق الحب غير مرة ولا يجبر ليه والي ليه والي يدوق صايسو سمو جرح مصالو ما يعدر غير من تكوى ونجرح كيفي من العوالي من العوالي واهل اللي يحبهم كوية عمدان وعذروني اهلي ولا شتلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سيروا خليوا كل حالي سير على حالي عذروني اهلي ولا شتلوموني هكذا في حالي هكذا في حالي سيروا خليوا كل حالي سير على حالي بالبهاء ولا
لحولي يا جسمي على المالي على المالي لكوني اهلي بحسن خد مع خالي هما هما اللي سبب هوايا هما دوا علالي هما هما زهو العاشق عليه سالو هما هما راحتي في الدنيا هما راس مالي وانا بعد اخدم ليهم فاش المقال اشرم اللي يحبهم وري وهلي اه يا متالي يجي حتى يفيدني ونفيد ونسالو نهيت بيات حلتي بسلامي ما فاحت الغوالي للموهوب ياكدوها العلم لالو عذروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي سيروا خلي وكل حالي سير على حمالو عذروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي سيروا خلي وكل حالي سير على حالي ضيع عليهم في زماني القح غصني زيان حالي زلي برضاه ما مفاس فتخبالو زرتو ورويت من مدامو وعمر جبحي وعاد مالي وكمل قصدي وفاش جاني زي اللي قالو يحفظي روي عليا والغيل جعود ولا تبالي اللي جهدك سير خلي في قباح فعالو اسمي مضوح في حروفة بجديا من صغى قوالي 72 زيد 7 الاسم بكمالو طيب من لا ينام مول القدرة من لا خفى حالي يعفو عني ولا يحافيني جل جلالو عذروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي سيروا خلي وكل حالي سير على حالو عذروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي سيروا خلي وكل حالي سير على حالي عذروني يا اهلي ولاش تلوموني هكذا في حالي سيروا خلي وكل حالي سير على حمالو عذروني يا اهلي لاش تلوموني هكذا في حالي سيروا خلي وكل حالي سير على حالو هاد الوحش عليا وجار نبكي في الليل مع النار دمعة تجري كي المطر عان خدي مجرية عقلي بهواها راح طار ما ولا شيليا أنا يا براني غريب أنا يا براني غريب لا من سلع ليا يا رب ارفق بيا هواها ياك راح وبقيت عابد غير النواح نبكي كل مساء والصباح والدمعة مجرية نتفكري ما من ملاح طال الضر عليا ما أنا يا براني غريب أنا يا براني غريب لا من سلع عليا